بدل ما يطالبوا بزميلهم ماشيين يديروا في المشاكل في الحج. تخيلوا هذا البرلمان يا شباب، اعطوني بالله السيره الثالثه. جماعه الحج نايب 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 رئيس البرلمان، نايب عقيله صالح ماشي الحج. يا عليك مصيبه سوداء وخلاص، والله ما تعرف وين تحطها. يعني شيء حشم، شيء يعني خجل. المهم هيئه الرقابه تقول ان فوزي النويري ومعاه هذا تقرير تم اقتحام القيمه المخصصه لطب الطوارئ للامراض المزمنه. السيد مراجع غيث عبد القادر ابراهيم، مانيش عارف هل هو وكيل وزاره الماليه اللي هو رئيس لجنه المراجع المشاعر ولا واحد اخر. المهم هذا التحقيق ان في مجموعه اقتحمت خيمه للمرضى وكبار السن بعرفات. جاي السيد فوزي النويري عرفتوا معلمينها ومدايرينها خدمة للحجاج، هذه مهمتهم. وحيث كان برفقته عضو لجنة المشاعر فوزي النويري والسيد منو دريس، منو دريس دبي، دريس العريبي بصفته مشرف المجموعة التابعة لمجلس النواب. طلبت من السيد فوزي النويري إخلاء المكان المخصص للمرضى. يعني السيد فوزي النويري مشهد في ليبيا، اسمعوا يا ليبيين، هذا نائب رئيس مجلس النواب حتى في عرفات، ما هو مش تعرف التوفيق من الله عز وجل اللي وفق ربي في عرفات وفي تلك البلاد الطاهرة، حتى لو واحد بيدير له مشاكل يفوته. السيد فوزي النويري خش للخيمة نتاع المرضى الكبار السن، المشرف قال له لو سمحت اطلع برا. طلبت من السيد فوزي النويري إخلاء المكان المخصص للمرضى. تم اقتحام المكان المخصص للمرضى من قبل السيد فوزي النويري نائب رئيس مجلس النواب. الليبي وكان برفقته السيد حسين العوامي بصفته عضو بعثة الحج والسيد يوسف بالابان بصفته عضو لجنة المشاعر. وحيث كان برفقة السيد فوزي النويري السيد إدريس العريبي مشرف المجموعة التابعة لمجلس النواب. حيث طلبت من السيد فوزي النويري إخلاء المكان المخصص للمرضى لوجود حالات حرجة وإغماءات قد تحصل في أي وقت، فكان رده لطلبي ما دامهم مرضى من قال لكم جيبوهم أو المستشفى السعودي يرفعهم ليه. هذا رد فوزي النويري، خاش مقعمز في خيمة المرضى لأن مش مستوى أنه يقعمز في الزحمة. تخيلوا لما قالوا لهم، قالوا له أرجوك يا لو سمحتم فضوا لنا المكان، دكاترة بيستقبلوا عرفات، تعرفوا أنتم الناس اللي ماتت. تخيلوا شو رد عليهم هذا نائب رئيس مجلس النواب السيد النائب العام، بلاغ على الهواء مباشرة ضد المدعو فوزي النويري. هذا بلاغ على الهواء مباشرة، ولينا ذا 5 سنين وعلى 6 سنين وإحنا نبلغوا فيكم على جرائم مجلس النواب. ما سلمتش منهم ليبيا وجرائمهم داخل ليبيا، لاحقين الليبيين حتى في الحج. هذا ما هوش كلام محمود عبد العزيز، هذا كلام لجنة الحج وتقرير رسمي. هذا تقرير رسمي ولجنة التحقيق. طلبت من السيد فوزي النويري إخلاء المكان المخصص للمرضى لوجود حالات حرجة وإغماءات قد تحصل في أي وقت، فكان رده لطلبي ما دامهم مرضى من قال لكم جيبوهم. هذيهم حجاج بيت الله الحرام، هذيهم هم الأولى بالحج، وهذيهم مش مجمل عليهم. وقت اللي خلاك أنت تتكومد على الليبيين وتقول شنو من قال لكم جيبوهم، يجيبوك أنت يا غلاس. حتى الحج ضايقته في خلق الله. فيه يا رجل الوقت الأحرف في عرفات ماشيين ضايقوا في خلق الله، وتقول لهم من جايكم هو المستشفى السعودي متجمل عليهم يا سيد النائب العام المستشار الصديق الصور،
بلاغ مني انا شخصيا ضد فوزي النويري اللي ماشي يهين في حجاجنا. شنو الحكايه؟ واذا مرت هذه الحاله انا ما نبيش نقول كلام ثاني، لكن هذه التقارير تتكلم. معليش يزيدوني دقيقتين ولا ثلاثه. فاجبته باني مضطر ان ابلغ رؤسائي بذلك، فقمت على الفور بابلاغ الحاج علي البشير حموده بصفته رئيس هيئه الحج، والسيد صبري البعيشي بصفته نائب رئيس هيئه الحج، والسيد عمر حميدان بصفته رئيس البعثه الطبيه، والسيد محمد الغوش بصفته المشرف والمصاحب لمجموعه المرضى، وكان بلاغي لهم هاتفيا، وما عدا السيد علي البشير حموده فقد كان شاهدا للموقف. اما فيما يخص وفاه الحاج مصطفى الكيلاني الذي كان يعاني من مرضي القلب والسكر، والذي خرج يبحث عن علاج لحالته، لا استطيع تحديد من يتحمل مسؤوليه ذلك. انتهت افاده المعني بمحضر جمع الاستدلالات عليه. اسمعوا يا شعب ليبيا، ولما سبق سرده نوصي تقديم شكوى للسيد النائب العام لتحريك الدعوه الجنائيه ضد من قام باقتحام الخيمه المخصصه للحالات المرضيه المزمنه، وتحديد المسؤوليه عن وفاه الحاج مصطفى الكيلاني، احاطه السيد المستشار رئيس مجلس النواب بالواقعه، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المقتحمين بصفتهم اعضاء مجلس النواب. اسمعوا يا ليبيين هذا العار، اسمعوا هذه الكوارث، وفاه احد الحجاج لان في ناس اقتحموا خيمه المرضى والراجل مشي يدور في دواه، لان في ناس ماهيش ماشي تحج، في ناس ما يهمهاش، مثيره للفتن والقلاقل، مأخرة حال الليبيين، موقفة حال الليبيين داخل ليبيا، وفي الأخير لحقوهم حتى في عرفة. الله لا تربحكم، الله لا توريكم وين تعفسوا، الله إن شاء الله ربي يقتص منكم في الحياة قبل الممات. راهو شيء يدره الكبد يا إخواني. السيد النائب العام هذا بلاغ من اللجنة عليه نوصي، هذا سمعتوا الكلام بروحكم، هذا الكلام مرات ما يطلعش في الإعلام أو طلعناه لكم. وإذا الشعب بيتحرك كان هو بيده ما يبيش يتحرك، ان شاء الله يركبوا عليكم، والله قسما بالله اني راهو خلاص. كان بعد حتى مواقف زي هذه ما تبوش تتحركوا. توا غدوه نلقاكم تستقبلوا في فوز النويري وتعاملوا فيه انه بالفعل نائب رئيس مجلس النواب. وهو ماشي يقتل في الناس ويحارب فيهم في ويسبب لهم في القلاقل في هذا، مش كلاميني هذا كلام التقرير. هذا لجنه المرضى وهذا التقرير، راجل المفروض ما يخشش خيمه المرضى، خش اقتحم خيمة المرضى وتريص عليها وقال لهم من قال لكم جيبوهم وهو المستشفى السعودي. هذه أخلاق حتى البانديتي ما يديروهاش، هذه متجاوزوا كل حد.